لو تفتكر في حلقتنا الاولانيه انت قلت لي انا مش باصص على الرانك بالظبط، انا باصص ان انا اتحسن اتعلم. الرانك ان شاء الله جاي يعني، في البطوله كل حاجه بتعمل اللي عليك، كده كده رانك هيجي. بس يعني شايف مثلا مكسب بطوله دي او اكسب بطوله بعديها ما شاء الله رانك هيجي، بس كسره النقط دي لازم محتاجه سنه على الاقل عشان يعني تضيف نقط او تضيف حاجه زي كده. ان هو كان عندنا في الرانكينج شويه في حاجات بتبقى متجمده في فتره الكورونا لسه كده، فلسه الدنيا بتتطور. بس طبعا البطوله دي كانت كلها يعني كلها صعوبات يعني، انا على طول خسران من قبل ما تبدا. لا في يعني انا اساسا مركز مع كتفي، وغير ان انا بقى ايه خسران كل الماتشات خسران يعني، دايما مثلا 2 2 7 2 للولد. عارف انت الفنان عادل امام بيقول انا ناقصك يا اخويا، مش عارف الواحد يعني يطلع من الاصابه يخش على لاعب يكسبه 2 0 وعوض وارجع. طبعا بحب اشكر طبعا الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي على اعلى مستوى يعني، بعد ما رجعت على طول يعني كنت عايز اعمل بقى التراسونيك وحاجات كتير جدا ساعدوني بشكل كبير جدا. طبعا في الريكفري بعد البطوله دي دكتور محمد يوسف طبعا عامل معايا شغل على اعلى مستوى في النادي الاهلي، وحب اشكره جامد جدا على كل الريكفري اللي بيعملوه. طبعا بعد البطوله احنا بنجهز بطوله قطر. لا انا عايز اعرف تفاصيل بطوله قطر